الجلسة جلسة نموذج محاكاة مجلس حقوق الإنسان الدولي. قال سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي: عندما نتحدث عن حقوق الإنسان في مصر لازم نتناول أو لازم التناول يكون شامل لكل القضايا اللي موجودة عندنا، لأنه مثلا إحنا عندنا 2.5 مليون نسمة كل سنة محتاجين شغل وحياة. كمان مصر رصدت 100 مليار جنيه لمواجهة تداعيات كورونا رغم الظروف الصعبة، وبالتالي كل هذه النقاط لازم تكون ضمن التناول الخاص بحقوق الإنسان. هو النهاردة لما يكون عندي إنسان يعني 2.5 مليون كل سنة، هو أنا مش محتاج إن أنا أشغلهم ويعطيهم فرص عمل؟ هو ده مش من حقه كإنسان إن هو يشتغل ويعيش، ولا مش من حقه؟ طب أنا أعمل ده إزاي؟ وعشان كده أنا بتفق وبأكد وداعم تماما لفكرة إن النقطة دي تبقى أحد نقاط حقوق الإنسان، عشان الناس تبقى عارفة إنها بتمثل تحديات لدول زي دولنا. فدي نقطة أنا بس كنت عايز أتكلم فيها كمان. وعايز أقول لكم على حاجة، إحنا لما جاءت الجائحة جاءت ضربت العالم كله، إحنا في مصر رصدنا 100 مليار جنيه في دولة يعني ظروفها الاقتصادية مش قوية. السياحة في مصر اتضربت بشكل كامل، وده قطاع كبير جدا بيدر أكتر من 14-15 مليار دولار. القطاع النقل وحتى في قناة السويس تأثر بشكل كبير، حركة النقل في مصر أو حركة النقل في العالم كله اتأثرت، وده قطاع كان برضو بيدر أموال لينا وتأثرنا بها تأثر كبير، لكن ده ما منعناش في إطار إن إحنا الحفاظ على حقوق شعبنا.